السلام السلام علیکم علیکم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. Brothers and Brothers and sisters, آپ کو sisters, خوش آپ کو آمدید خوش آمدید بالکاب. مرحبا بالکاب بكم بالکاب للجميع. للجميع. آج کی ویڈیو میں ان انشاء شاء اللہ الله تعالی تعالی سورة سورة الجاثیہ الجاثیہ ورس ورس نمبر نمبر 20 20 سے سے سٹارٹ سٹارٹ کریں کریں گے. گے. آپ آپ سے سے ریکویسٹ ریکویسٹ ہے ہے چینل چینل کو کو سبسکرائب سبسکرائب کیجیے کیجیے اور اور شیئر شیئر کیجیے. کیجیے. شکراً شکراً جزیلاً. جزیلاً. تو تو آئیے آئیے سٹارٹ سٹارٹ کرتے کرتے ہیں. ہیں. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. هذا هذا بصائر بصائر مدح لمبا مدح کریں لمبا گے. کریں گے. هذا هذا بصائر بصائر للناس 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 وهدى وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سواء محياهم من مشدد میں غنہ ہوگا رائٹ یہ مدح لمبا کریں گے سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة الله أكبر كبير الحمد لله قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. شكرا جزيلا بھائیو بہنو, آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں قرآن کریم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, فیس بک پیج کو فالو کریں, لائک کریں, ٹھیک ہے نا. فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے, قرآن ٹیچر یو ایس اے. ہم اجازت دیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیں, نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.